ايه يمكن يجي من الخارج دق الباب يجي مهيدي مهيدي. هلاو بابا هلاو ماما هلاو يما ولك هاي ميلك هاي الحيوة ولك هاي ميلك يما هاي زوجتي زوجتها بالخارج اسمها فراولة. الله يفرول عظامك ان شاء الله. ولك بوي شنو جايب لي هاي ما لابسه حجاب؟ مو عيب شقل للناس احنا اسلام. بوي ذولا ما يعرفون شنو الاسلام، ذولا كفار بوي، بس هسه من عيونه هسه خليها تلبس حجاب تتدلل. جاتي بوي من جيت من خارج ما تعرف تجيب لك وعد ابوك تقول هذا شبعان ضيف. بوي شو رايك نقول له ناخذ رايك؟ لا يما شو جاها مرتك نايمه ال 12 الظهر؟ ريت نتريق هاي بالخارج كلها هيجي؟ لا يما هسه هي توقيتها 12، يما بالخارج مو مثلنا هنا اذا نامت 12 تبتلع لعمرها. لا هناك على راحتها، هسه هذا توقيتها. هلا واخيرا اجت العروس. هلا بيبي. هاي شنو؟ بوي اعذرني ذولا كفار ما يعرفون عاداتنا وتقاليدنا. والله يا بوي مو امك كفار، امك الكافره. صباح الخير ما تقلي.